تتذكر بطولة سوبر سيلز اللي قلنالكم عليها اللي هي رح تكون على سكين ديردفل بشكل مجاني، وقلنالكم بعد منها انه رح يكون في 3 بطولات تانية على 3 سكنات مختلفة على حسب كلام المسربين، ولكن الموضوع طلع بالنسبة للبطولات التانية فعلا حقيقي 100%، وهلا في معنا بطولة تانية باسم السوبر سيلز رح تكون معنا ولكن على سكين خرافي جدا، سكين جوست رايدر. الصراحة رح يكون السكين بشكل خرافي جدا مثل مظهر امامكم. انا رح احكي لكم كل شيء عن هاي البطولة وامتى جاي، وطبعا الخبر المهم والاكبر معنا اللي هي بطولة ليكلين اللي هي رح تكون على سكين مجاني ورقصة وبيكاكس، رح تكون الاسبوع القادم ان شاء الله، رح احكي لك عنها بشكل مفصل وكامل بالنسبة لهي البطولة لانه عنا كل شيء اخبار بالنسبة لهي البطولة. واخر خبر معنا رح يكون ان شاء الله اللي هو البيكاكس الخاص بالشابتر الاول تبع اللاعبين الاوجي رح يصير بشكل مجاني، رح احكي لك كل شيء بالنسبة لهي الاشياء اليوم. فبدي قبل ما تبلش المقطع بس يا ريت تحط لي لايك على الفيديو ليوصل المقطع لاكبر عدد من الناس، لانه اللايكات عم تكون اقل من عدد المشاهدات، فاليوتيوب عم يقترح المقطع للناس الغريبة عشان نكبر اكتر واكتر بدعمكم. كود دعم بالاتم شو بنيمو تسع ليزار امامكم نهار تدعمون فيه، والاشتراك والقصص سايكلاتكم تعرفوها. يلا مع بعض، فلا والله بسكان الطاولة الارضية وفيديو جديد. هلا اول شيء خليني احكيكم عن سكين جوست رايدر وعلى البطوله تبعه. هلا سكين جوست رايدر ما عندنا معلومات زياده عنه يا شباب مشان يكون عندكم فكره، ولكن اول معلومه اللي احنا حكينا عنها اللي هي السكين تبع جوست رايدر. طبعا دونات ماستر كلياتكم بتعرفوا مين دونات ماستر، اللي هو كاتب قصه فورتنايت ورئيس التنفيذي تبع شركه ايبك جيمز، اعاد تغريده نزلتها شركه فورتنايت على صفحات الرسميه على التويتر، كمان هي غردتها بسكين جوست رايدر مكتوب عليه السوبر سيلز اللي هي تبع البطولات اللي كانت معنا سابقا. لو انت عدلت الالوان رح يطلع معك السكين تدا مثل ما شايف امام كل سكيل، رح يكون خرافي جدا، رح يكون كله اسود باسود بجلد اسود، والسكيل رح يكون طالع منه نار عند الرقبه ورح يكون على شكل جمجمه. هذا رح يكون شكل السكيل بعد ما عدلنا الالوان، لانه شركه ايبك جيمز كانت مستقصده هذا الشيء مشان نشوف شكل السكيل. رح تكون البطوله ان شاء الله قادمه معنا خلال الاسابيع القادمه، فطبعا ما عندنا اي معلومه عنها، بس خليك ردي ومستعد وفعل زر الجرس مشان تعرف كل شيء تفاصيل عن البطوله، مثل ما هلا بدي احكي لك عن بطوله لاكلين. بدي رايك بالتعليقات، شو رايك بسكين جوست رايدر؟ انا شايفه من اروع السكنات معنا بهذا السيزون بالنسبه لسكنات مارفل بشكل عام والابطال الخارقين هدول، انا شايفه احلى سكين طبعا هو فينوم، ولكن قلنا لكم فينوم عيبه انه كبير. هلا خلينا ننتقل كمان للموضوع الثاني معنا اللي هو البيكاكس. طبعا البيكاكس رح نحكي عنه شوي بسيط، يعني ما هالقصه الكبيره، كلياتكم بتعرفوا البيكاكس القديم تبع الشابتر الاول ايام السيزون القديمات، يعني كان ايام الشابتر الاول كان معنا بيكاكس بهذا الشكل. هلا طبعا بهذا السيزون غيروه، لو انت بتنزل على البيكاكسات بتلاقي تحت الديفولت تبع الشابتر 2 مختلف او تبع النوب يعني انتوا اللي كنتوا تسموهم، يعني هذا البيكاكس يا شباب رح يكون متوفر معنا يوم 4 نوفمبر يعني يوم 4/11 ان شاء الله بعد يومين من تسجيل هذا المقطع، ورح يضل معنا بشكل مجاني لشهر جونيور 15/2021، يعني رح يضل معنا فتره حلوه يكون بشكل مجاني. البيكاكس هذا رح يستلمه كل الناس يوم 4 نوفمبر بالنسبه للبيكاكس المجاني تبع الشابتر الاول تبعات الاو جي. فبدي رايك بالتعليقات، شو رايك بهذا البيكاكس؟ ولا انت من اصحاب الشابتر 2 الجداد؟ فاكتب لي رايك بالتعليقات. خلينا ننتقل لسكن لاكين. طبعا هذا السكن حكينا عليه في فيديوهات سابقه انه هذا الستريمر واليوتيوبر رح يكشف عنه يوم 8 نوفمبر او 7 نوفمبر، فهلا بقى نزل معنا بطوله جديده، ولكن البطوله رح تكون غريبه جدا يا شباب. رح احكي لكم عن البطوله بشكل سريع يعني، وحاول اشرح لكم اياها وافهمكم اياها بالمظبوط. طبعا مثل ما مكتوب على شركه ايبك جيمز، حان وقت الوضع الاسلحه جانبا ورفع فاسك. طبعا من هاي الكلمة اول ما تسمع انت رح ترتعب ورح تحس في شي مجنون بهالبطولة، وهو فعلا في شي مجنون. تتنافس في جنون الفاس بداية 8 نوفمبر لاغتنام فرصتك لربح مجموعة عناصر الزينة الخاصة بلاكلين. طبعا هذا الشيء اللي اول نص احنا حكينا، هذا الشيء انك انت رح تنافس بهاي البطولة ورح تاخذ السكين. طبعا السكيل رح تاخده انت قبل ما ينزل على الايتم شوب لو انت كنت من التوبات المعينة اللي احنا رح نحكي عنها كيف تحصله. طبعا رح يحصل الفائز على زينة الظهر والفأس ورقصة داخل اللعبة. طبعا مثل ما بنعرف احنا رح ينزل حزمة كاملة مثل ما حكيت لكم بالتسريبات الماضية. السكيل رح ينزل معه بيكاكس ورح ينزل معه رقصة ورح ينزل معه باك بلينك ظهرية، ورح ينزل طبعا السكين تبع اليوتيوبر هذا والستريمر. طبعا هلا شو هي البطولة بشكل عام؟ في هذه البطولة عليك انت واصدقائك التمتع بساعة الحيلة لتحقيق الانتصار الملكي، يعني بدك تكون انت واصدقائك، يعني البطولة اللي حتكون تريو ما حتكون سولو مشان يكون عندك اول فكرة. الفأس هي السلاح الاساسي الوحيد في يدك، لذا عليك البحث عن علبة الصدقة وقنابل الصدمة وقنابل الفخ وصناديق الامدادات. طبعا وقنابل الصدمة اللي رح تكون الامبولز تقريبا، وعلبة الصدقة هي اللي هي التنكة اللي بتطلعها من المي وبترميها، هدول هن الاشياء المتوفرة فقط لحماية فريقك. وطبعا اللي حيكون معك فقط بيكاكس، يعني اللي حيكون معك بيكاكس، ورح تلاقي هدول الاشياء لحتى تساعد فيها اصدقائك. يعني شو البطولة يا نيمو؟ يعني البطولة ما فيها غير بيكاكس، ما فيها اسلحة بنو. مع انعدام عناصر الوقاية وعناصر الشفاء عليك القضاء على خصومك او استخدام رقصة لإعادة تجديد الصحة.
طبعا انت ما حتلاقي شيء بالارض، لا هيل ولا شيلد ولا ميدكيت ولا باندج ولا اي شيء. اللي حتلاقي لو انت حابب تعبي الهيل تبعك لازم ترقص لحتى تعبي الهيل تبعك. هذا هو موضوع الهيل يا شباب، يعني البطولة رح تكون اول شيء بيكاكس، وثاني شيء رح يكون ما فيها هيل ولا شيلد، رح تعبي الهيل تبعك خلال الرقص او استخدام اي رقصة معك بالرقصة. وطبعا هناك شيء اخير اللي هو اصبح حد المواد 10 لكل مواد من البناء، يعني رح يكون معك 10 خشب 10 حديد 10 حجر، هذا رح يكون معك بالنسبة للمواد. هاي كل شيء مواد رح تكون معك بالنسبة للبناء، 10 حجر حديد وخشب 10 ب 10 ب 10، يعني اخرك تبني 3 حيطان فقط لا غير. طبعا هلا خلينا كمان نحكي عن القواعد الرسميه لجنون فاس، رح نحكي عليها نحن. طبعا شاهد لاكلين يكشف عن زيو على الستريم يوم 8 نوفمبر، طبعا هذا الشيء رح تلاقوه على اليوتيوب على قناته تبع لاكلين بنفس هذا الاسم بالضبط، بتلاقوه هو عم يكشف على السكين تبعه. وبالنسبه للبطوله، البطوله رح تكون بالكومب، يعني رح تكون ببطولات الكومبتيتيف، يعني رح تلاقيها من داخل اللعبه، مالك مضطر تسجل لا من برات اللعبه ولا من مواقع ولا من اي شيء، من داخل اللعبه بتلاقي البطوله شغاله وبتلعب فيها. طبعا رح تكون لازم يكون عندك المصداقيه الثنائيه اللي هي 2FA، لو انت حسابك مو فول اكسس نصيحتي لا تلعب البطوله ولا حتى تشارك فيها، لانه اصلا ما حتقدر تشارك فيها، لازم يكون حسابك فيه المصداقيه الثنائيه. طبعا هيك بالنسبه للبطوله حكيناها كلياتها، ما في اي وقت، يعني انا الصراحه اللي شفته ما في اي وقت، مو حاطين اي وقت ولا ذاكرين اي وقت. طبعا هلا رح احكي لكم عن التوب قديش، من التوب قديش على السيرفرات وشلون بدك تشارك فيها بشكل تمام. بالنسبه للقواعد يا شباب، طبعا البطوله انتم اهم شيء عرفتوا انه يوم 8 نوفمبر، هي حكينا عليها للبطوله، وحكينا عليها انه لازم يكون معك 2FA، وحكينا لازم تشارك من جوات اللعبه مو من برات اللعبه او من مواقع خارجيه، حكينا كل شيء يا شباب، ما عاد في شيء نحكي عليه بالنسبه للبطوله. هلا طبعا بدنا نحكي لكم عن التوبات. طبعا بالنسبة للنقاط كيف تحصلوا النقاط، الانتصار الملكي اللي هو الفيكتوري رويال لازم تجيب 70 بوينت، يعني لما انت تجيب فيكتوري رح تاخد 70 بوينت. وبالنسبة للمركز الثاني 56 وللثالث 48 وللرابع 42، الشغلة طويلة كتير، انا حطيت لكم اياهم وكبرت لكم اياهم امامكم لانه رح احكي كتير وكتير الشغلة طويلة، فانتوا شوفوهم امامكم. وطبعا على كل قتلة رح تاخد 3 بوينت، كل ما تقتل شخص رح تاخد 3 بوينت. وبالنسبة للجواز، الجواز انا حكيت لكم اياها اللي هي السكين والبيكاكس والرقصة والباك بلينك، كل شيء حكيت لكم اياه. هلا بالنسبة بقى للمراتب وكيف تحصل السكين، طبعا انت لو كنت عم تلعب على سيرفر اوروبا مثل حكايتي لازم تجيب من توب 1 لتوب 1100 لحتى تحصل الزي التجميلي داخل لعبة سلسلة المشاهير وزينة الظهر والفأس والرقصة، يعني رح تحصل كل شيء بشكل عام بالنسبة للسكن اللي حكيت لكم اياها لو جبت من توب 1 لتوب 1100 بالسيرفر الاوروبي. طبعا بالسيرفر الامريكي توب 700، من توب 1 لتوب 700، وامريكا الشمالية من توب 1 ل 300، والبرازيل ل 300، واسيا ل 150، واوقيانوس ل 150. للميدل ايست، بالنسبة للميدل ايست لازم تجيب من توب 1 لتوب 150 لحتى تقدر تحصل السكن والرقصة وكل شيء حكينا عليه. وطبعا هون كاتبين لك ملاحظة سخيفة جدا، انه سيحصل اللاعب على جائزة واحدة فقط من كل فئة وفقا لمركزه في مناطق متعددة. على سبيل المثال اذا كان مركز اللاعب الاول في نهاية الحدث في اكثر منطقة واحدة، فيتم منح اللاعب واللاعبة زيا تجميليا واحدا داخل اللعبة لسلسلة مشاهير وزينة الظهر والفأس والرقصة، يعني ما في شيء جديد، هلا هو نفس الشيء، يعني اذا انت جبت التوب رح تاخذ الهدية، ما حكوا شيء جديد هنن، ولكن بس لازم يحكوا عن هذا الموضوع. طبعا مثل ما حكينا لازم ال 2FA تكون مفعلة وكل شيء لازم تكون مفعله، ما في شيء ما حكينا عليه بالنسبة للبطولة، كل شيء انحكى عليه وكل شيء تمام. لو محتاج اي شيء اكتب لي تحت بالتعليقات، واي شيء بدك اياه بالنسبة للوقت، الوقت لحد هلا مو معروف الصراحة ولا حكوا عنه، ولكن الاوقات رح تكون مثل البطولات القديمة اللي هي من الساعة 5 او الساعة 4 للساعة 8، رح تكون مدة البطولة ساعتين ورح تكون معك 10 ايام لحتى تلعبها، لازم تكون تريو انت واصدقائك لحتى تقدروا تلعبوا هاللعبة. كل شيء حكينا عن البطولة، طولنا بالشرح ولكن شرحت لكم كل شيء. كود دعم الاتم شو بنمر تسأل، وحابب تدعمني فيه شكرا لك وبرعاية الله.